السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس كي جي 2 الترم الاول، والنهاردة معانا كتاب الاكتيفيتي بوك، كتاب التدريبات، هنحل منه بعض التدريبات على الجزء اللي اخدناه. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا ده الكونتنتس، المحتوى، واحنا اخدنا المحتوى بتاع كتاب كونكت بلس واتكلمنا عنه المرات اللي فاتت، وهو باختصار هو ام اي، ده المحور الاول. يونت 1 اي كان جامب، يونت 2 ماي كوميونيتي، بعد كده في ستوري جميله اسمها ماي فارم فلاج. ماي فارم فلاج العلم بتاع المزرعه بتاعتي، لو انا عندي مزرعه العلم بتاعها هيكون شكله عامل ازاي. المحور الثاني ذا وورلد اراوند مي، العالم من حولي. يونت 3 ليتس جو اوتسايد. يونت 4 اتس ا بارتي، والستوري اللي موجودة بعد كده او القصة اللي موجودة في اخر الكتاب، واسمها زازو، زازو او حديقة الحيوانات. ونتنال الجزء اللي بعد كده. اول صفحة يا اصحابي في الاكتيفيتي بوك، كتاب التدريبات الخاص بكونكت بلس كي جي 2، اسمها Let's Remember. Let's Remember، دعنا نتذكر، هنفتكر بعض الكلمات اللي اخدناها السنة اللي فاتت. احنا دلوقتي بقينا كبار وبقينا شاطرين في كي جي 2، عايزين نفتكر بعض الحاجات اللي خدناها السنة اللي فاتت، وبعدين نبدأ ناخد الكلمات والأسئلة بتاعت المنهج الجديد. فليتس ريممبر، دعنا نتذكر. هنا مدينا مجموعة صور، كل صورة تحت منها كلمتين، كلمة خاصة بالصورة، اسم الصورة يعني، والكلمة التانية هي كلمة غلط. المفروض ان احنا نشوف الصورة وبعدين نختار الكلمة الصحيحة الخاصة بالصورة. فصديقتنا بيزي بي هنا بتقول لنا look انظر، read اقرأ، and circle and circle، وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. فأول صورة فيها صورة إنسان آلي، ومكتوب تحت منه كلمة دول، دول يعني عروسة، وروبوت، روبوت يعني إنسان آلي. هل يا ترى ده دول ولا روبوت يا أصحابي؟ شاطرين كلكم، ده روبوت طبعا. فنعمل حوالين كلمة روبوت سيركل زي ما احنا شايفين قدامنا، لأن هي دي الإجابة الصحيحة. تاني صورة فيها صورة طاقية، ومكتوب تحت منها أبرون، أبرون يعني مريالة مطبخ، وكاب، كاب يعني طاقية. هل يا ترى ده أبرون ولا كاب؟ شاطرين كلكم، ده كاب طبعا، لأن هي دي طاقية زي ما قلنا من شوية. تالت صورة فيها صورة أرنب جميل، ومكتوب تحت منها كلمة هن ورابت. هن يعني دجاجة، ورابت، رابت يعني أرنب. هل يا ترى ده هن ولا رابط يا أصحابي؟ شاطرين كلكم، ده رابط. فهنعمل سيركل حوالين كلمة رابط زي ما احنا شايفين قدامنا. رابع صورة يا أصحابي فيها صورة أوراق النبات الجميلة دي، ومكتوب تحت منها leaves، leaves يعني أوراق نبات، وفروت، فروت يعني فاكهة. هل يا ترى دي leaves ولا فروت؟ شاطرين كلكم، طبعا دي leaves او اوراق نبات زي ما قلنا من شوية. فهنعمل circle حوالين كلمة leaves زي ما احنا شايفين قدامنا. طب الصورة number 5 فيها عجلة جميلة، عجلة او دراجة، ومكتوب تحت منها bicycle، bicycle او دراجة عجلة، وbus، bus يعني اتوبيس. هل يا ترى دي bicycle ولا bus يا اصحابي؟ شاطرين طبعا، دي بايسكل او عجلة، فنعمل حواليها سيرك زي ما احنا شايفين قدامنا. الصورة نمبر 6 فيها دايرة مصمتة متظللة يعني، مكتوب تحت منها سيركل، سيركل يعني دائرة، وسكوير، سكوير يعني مربع. هل يا ترى دي سيركل ولا سكوير يا اصحابي؟ شاطرين، هي سيركل، فنعمل حوالين كلمة سيركل دايرة زي ما احنا شايفين قدامنا. طب الصورة نمبر 7 موجود فيها صورة يد، مكتوب تحت منها هاند، هاند، وفوت، فوت. هل يا ترى دي هاند، هاند يعني يد، ولا فوت، فوت يعني قدم؟ شاطرين طبعا، هي هاند
زي ما قلنا من شوية، فهنعمل حوالين كلمة hand circle زي ما احنا شايفين قدامنا. الصورة number 8 موجود فيها ست سيدة كبيرة كده، ومكتوب تحت منها كلمة child، child يعني طفل، وadult، adult يعني كبير، حد شخص كبير. هل يا ترى دي child ولا adult؟ شاطرين، هي adult، فنعمل حوالين كلمة adult circle لان هي فعلا شخص كبير. واخر صورة موجود فيها طفل صغير ماسك مظلة او امبريلا واقف في مطر، ومكتوب windy، windy يعني مليء بالهواء او عاصف يعني، وكمان مكتوب rainy، rainy او ممطر. هل يا ترى ده windy ولا rainy يا اصحابي؟ شاطرين، طبعا ده rainy او ممطر، فهنعمل سيركل حوالين كلمة rainy زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا. ومعانا في البيج دي اصحابي لسه let's remember او دعنا نتذكر، وفي مجموعة صور. طبعا اول حاجة هو مقسم لنا الصور لاربع حاجات: clothes، clothes يعني ملابس، toys، toys يعني العاب، و food، food يعني طعام، و animals، animals يعني حيوانات. فمدينا مجموعة صور في النص بيقول لنا وصل كل صورة من الصور دي بالحاجة الخاصة بيها. هل يا ترى هي clothes، clothes او ملابس، ولا toys، toys العاب، ولا food، food طعام، ولا animals، animals حيوانات. وبيزي بي بتقول لنا هنا read، read، read اقرأ، trace، trace تتبع، بقلمك الرصاص، and a match، and a match ووصل. هنعمل read، هنقرأ اسماء الصور اللي موجودة في جناب الصفحة دي اللي هي clothes، clothes او ملابس، toys، toys او العاب، food، food او طعام، و animals، animals او حيوانات. كده احنا عملنا read. هنعمل trace، هنمشي بالبنسل بتاعنا وبقلمنا الرصاص على الدوتس او النقط الخاصة بكلمات كل واحدة منهم. واخر حاجة بتقول لنا match، match هنوصل كل صورة من الصور اللي في النص دي بالحاجة اللي هي بتنتمي ليها. وبيقول لنا say، طبعا say وانت بتوصل اسم الحاجة دي خاصة بايه، هل يا ترى هي clothes ولا toys ولا food ولا animals. فزي ما احنا شايفين يا اصحابي اول صورة فيها صورة الترين او القطر ده، وهو موصلها طبعا بالتويز لان هو قطر لعبة. طب تاني صورة فيها صورة الجاكيت، الجاكيت الجميل ده، هل يا ترى الجاكيت ده clothes ولا toys ولا food ولا animals؟ شاطرين، طبعا هو closes، فنوصله بالcloses بالشكل ده. طب الصورة اللي بعد كده فيها الكابج، الكابج او الكرومب، الكابج او الكرومب، هل يا ترى هو closes ولا toys ولا food ولا animals؟ شاطرين، طبعا هو زي ما احنا شايفين قدامنا هو food او طعام، فهنوصله بالفود او بالطعام. طب تالت صورة فيها جراف، جراف او زرافة، هل يا ترى الجراف او الزرافة closes ولا toys ولا food ولا animals؟ شاطرين، طبعا هي animals او حيوان، من او هي من الحيوانات، فهنوصلها بالanimals. شاطرين كلكم. الصورة الرابعة فيها دول، دول او عروسة، هل يا ترى الدول او العروسة closes ولا toys ولا food ولا animals؟ شاطرين، طبعا الدول هي توي او عروسة، فهنوصلها بالtoys اللي زيها. طب الصورة اللي بعد كده فيها shorts، shorts او short بنطلون قصير، هل يا ترى ده closes ولا toys ولا food ولا animals؟ شاطرين، طبعا هو closes زي ما احنا شايفين قدامنا، فنوصله بالحاجة اللي هو تبعها اللي هي الكلوزس. طب بعد كده في طبق سلطة جميل، هل يا ترى السالاد او السلطة كلوزس ولا تويز ولا فود ولا انيمالز؟ شاطرين، طبعا هي فود، فهنوصلها بالفود. طب بعد كده في صورة مونكي، مونكي او قرد، هل يا ترى المونكي كلوزس ولا تويز ولا فود ولا انيمالز؟ شاطرين، طبعا هو animal، فهنوصله بالanimals اللي هو تبعهم. طب الصورة اللي بعد كده فيها teddy bear، teddy bear او دبدوب لعبة،
هل يا ترى التيدي بير كلوزس ولا تويز ولا فود ولا انيمالز؟ شاطرين طبعا، هو توي من التويز الجميلة، ودبدوب لعبة، فهنام أن وصله باللعب اللي هو تبعها. طب بعد كده في صورة سكيرت، سكيرت أو تنورة، جيبة يعني. هل يا ترى السكيرت كلوزس ولا تويز ولا فود ولا انيمالز؟ شاطرين طبعا، هي كلوزس، فنوصلها بكلوزس اللي هي تبعها. وبعد كده عندنا صورة رابت، رابت يعني ارنب. هل يا ترى الرابت كلوزس ولا تويز ولا فود ولا انيمالز؟ طبعا هو انيمال من الانيمالز، فنوصله بالانيمالز اللي هو تبعهم. واخر حاجة في صورة توميتو، توميتو او طماطماية. هل يا ترى التوميتو كلوزس ولا تويز ولا فود ولا انيمالز؟ شاطرين طبعا، هي تعتبر فود او طعام، فهنوصلها بالفود اللي هي تبعه. وبكده نكون انهينا حل البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل للصفحة اللي بعد كده، وفيها لسه let's remember او دعنا نتذكر. بيزي بي بتقول لنا هنا look and blend، look يعني انظر، and و blend، blend اخلط. هنخلط الحروف مع بعض علشان نكون كلمة مفيدة. فاول صورة فيها صورة sad face او وجه حزين، وكاتبين جنبه حروف s a d اللي هي بتكون كلمة sad. فعلا بيزي بي عملت لها blend او خلطتها مع بعض، جمعتها مع بعض وكتبت هنا كلمة sad، sad او حزين. طب الصورة اللي بعد كده فيها صورة برطمان مربى، ومكتوب جي اي ام، جي اي ام الحروف بتاعت كلمة جام، جام يعني مربى. فالمفروض ان احنا هنكتب هنا جام، جي اي ام، علشان هي فعلا حروف كلمة مربى اللي موجودة في الصورة. تالت صورة موجود فيها سلة قمامة، سلة مهملات، وموجود جنبها حروف B I N، B I N اللي هي بن، بن اللي هي سلة القمامة، سلة المهملات. فنعمل بلند للحروف وهنكتبها جنب بعض زي ما احنا شايفين قدامنا. ورابع صورة موجود فيها صورة طاقية أو كاب، ومكتوب جنبها C A B، C A B الحروف بتاعت كلمة كاب، كاب أو طاقية، فهنكتب هنا C A P. والصورة نمبر 5 موجود فيها ولد شاطر بينط على رجل واحدة، واحنا عرفنا ان بينط على رجل واحدة يعني هوب، هوب يقفز على قدم واحدة. ف H O P هي حروف كلمة هوب، يقفز على قدم واحدة، فهنكتب هنا هوب زي ما احنا شايفين قدامنا. الصورة نمبر 6 فيها صورة ولد بيجري، وبيجري يعني رن، R U N، مكتوب هنا حروف run، R U N، فهنكتب هنا run، run يعني يجري. واخر صورة number 7 موجود فيها صورة شبكة، شبكة او مصفى، شبكة يعني net، N E T، N E T كلمة net يعني شبكة، فهنكتب طبعا هنا حروف كلمة شبكة اللي هي net. حتى بيزي بي في المطلوب التاني بتقول لنا write and say، اكتب وقول، فاحنا كتبنا فعلا الحروف جام، بن، كاب، هوب، ران، نت، كتبنا، عملنا رايت، وعملنا ساي كمان، وقلنا الكلمات اللي احنا كتبناها. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. نوصل لأول بيج في يونت 1، I can jump، I can jump، أنا أستطيع أن أقفز. وطبعا بيزي بي بتقول لنا هنا look، انظر، read، اقرأ، and match، and match ووصل. وبتقول لنا كمان listen and check، استمع وافحص. وكمان بتطلب منا ان احنا نعمل color، color او نلون. فمديانا مجموعة صور، الصور دي موجودة في اعلى الصفحة، ومديانا مجموعة كلمات مكتوبة بالدوتس او بالنقط موجودة في اسفل الصفحة. مديانا صورة اصحابنا دينا وآدم، وصورة كورة، وصورة كورة تانية، وصورة نمبر 6، وصورة تيدي بير، وصورة روبوت أو إنسان آلي. مكتوب هنا تحت 6، رقم 6 يعني، ريد أحمر، يبقى هيبقى فيه كورة حمراء، آدم،
روبوت، دينا، تيدي بير، بلو، وهيبقى فيه كورة زرقاء. هنختار احنا براحتنا، نخلي الكورة لونها احمر وكورة تانية يكون لونها ازرق من الكورتين اللي عندنا. فاول حاجة هنعمل لوك نظرنا، خلاص عملنا ريد كمان وقرينا الكلمات المكتوبة تحت. عايزين نعمل ماتش او نوصل كل صورة بالكلمة المناسبة بتاعتها. فاول حاجة كلمة 6 المفروض ان هي خاصة بنمبر 6 زي ما احنا شايفين قدامنا، فنوصلها بنمبر 6 بالشكل ده. تاني كلمة، كلمة ريد، ريد او احمر، هنوصلها بالكورة الاولانية زي ما احنا شايفين قدامنا. تالت كلمة، كلمة ادم، اسم ادم، فهنوصلها بصورة ادم زي ما احنا شايفين قدامنا. وطبعا رابع كلمة مكتوب هنا روبوت، روبوت او انسان الي، فهنوصلها بصورة الانسان الالي او روبوت. بعد كده عندنا كلمة دينا او اسم دينا، فهنوصل كلمة دينا او اسم دينا بصورة دينا. بعدين قدامنا كلمة تيدي بير، تيدي بير او الدبدوب اللعبة الجميل بتاعنا، فهنوصل كلمة تيدي بير بصورة تيدي بير. واخر كلمة مكتوبة عندنا هي كلمة بلو، بلو او ازرق، فهنوصلها بالكورة التانية اللي هنلونها بلون البلو او الازرق. دلوقتي احنا عملنا ماتش او وصلنا، وكمان سمعنا اسماء كل حاجة من الحاجات دي. المفروض دلوقتي مطلوب منكم يا اصحابي ان انتوا تعملوا color او تلونوا الصور الجميلة دي بألوان انتوا شايفينها صح. خلوا في كورة لونها ريد او احمر، الكورة التانية تكون لونها بلو او ازرق، ولونوا بقية الصور بالالوان اللي انتوا تحبوها. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، تابعوا معانا حل الاكتيفيتي بوك اول باول مع شرح المنهج كمان، وهيعرفكم بعد كده الاسئلة بتيجي ازاي على الاجزاء اللي انتوا بتذاكروها. وما تنسوش تتفرجوا على دروس شرح منهج ديسكفر مشروحة بالكامل، وكمان الماس موجود عندكم، الدروس كلها مشروحة في قوائم التشغيل على القناة. وفي الختام لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.